الاخ سفيان، خويا شكون احسن، واش سي بي اي ولا الافيليت ماركتينغ؟ خويا سفيان، خص نعرف واحد الحاجه. اولا ان سي بي اي، يعني سي بي اي هي جزء من الافيليت ماركتينغ، الافيليت ماركتينغ جزء من الافيليت ماركتينغ، لكن انا فهمتك شنو بغيتي تقارن. ام احسن واش الدفع مقابل الاكشن او الدفع مقابل يعني الدفع مقابل البيع، سي بي اس كوست بير سيل. ف هنا غنحاول نوضح لك واحد النقطه، سي بي اي او سي بي اس، فحنا سنعرفوا ومتاكدين ان مداخل سي بي اس كوست بير سيل هي اعلى من مداخل سي بي اي في المعدل العام، لكن راه هذا ماشي هو المعيار الوحيد. ماشي ديما مثلا نبقاو نسولو واش هاد الدومين اللي تيربح اكثر ولا هاد الدومين اللي تيربح اكثر، لا، السؤال الجوهري اللي تيربح اكثر ماشي هاد الدومين ولا هاد الدومين، اللي تيربح اكثر هو الحاجه اللي انت بروفيسيونيل فيها اكثر، اللي انت تتميتريزي اكثر. لكن انت بروفيسيونيل في سي بي اي اكثر من سي بي اس، فغتقدر تربح من سي بي اي اكثر من سي بي اس. اما لكن انت يعني متخصص في سي بي اس في الكوست بير سيل اكثر من سي بي اي، فغتقدر تربح في سي بي اس. فرا كل شيء على حساب الحاجه اللي انت موالفها والحاجه اللي انت تتميتريزي اكثر والحاجه اللي انت مفورمي فيها. فرا ما كاينش واش هذا المجال تيربح اكثر ولا هذا المجال اللي تيربح اكثر، لا، المجال اللي انت فيه بروفيسيونيل هو اللي غيربح اكثر، هذا من ناحيه. اما في المعدل العام مستوى ارباح سي بي اس، يعني سي بي اس كوست بير سيل، هو اعلى من مستوى ارباح السي بي اي، لكن هذا لا يمنع انك تجد خبير في السي بي اي يحقق ارباح اكثر من خبير في السي بي اس. نتمنى هاد النقطه تكون واضحه. الاخ اغني ديف، السلام عليكم، سؤال واش كاين فريم ورك جانجو في الدوره وشكرا. اخي اغني ديف، بالنسبه حاليا البايثون، فاحنا ضروري في لي فورماسيون ديالنا غادي نوصلوا للجانجو فريم ورك ضروري، وهذه ما فيهاش شك. فبامكانك يعني لو بغيتي تسول على محتويات لي فورماسيون ديالنا الخاصين، مثلا ديب او الكود برو، يعني لي فورماسيون بروفيسيونيل ديالنا في البروغراماسيون او في البرمجه، لو بغيتي تسول على المحتوى ديالهم الاخ اغني ديف، فقط ادخل على الديسكريبشن ديال هذا اللايف، خذ نيميرو الواتساب، تواصل معايا في الواتساب. هذاك الواتساب انا نخصصو فقط لاستقبال الطلبات الخاصه بلي فورماسيون بروفيسيونيل ولي لوجيسيال بروفيسيونيل. فاي سؤال عندك نجاوبك عليه، على اي حاجه بغيتي في لي برودوي اللي تنقدموهم، سواء الخدمات او لي فورماسيون بروفيسيونيل او لي لوجيسيال. تنذكر الاخوه والاخوات في هذاك الواتساب هو خاص فقط بهاد الامور، يعني ماشي الاسئله العامه. الاخ فيصل خاي العزيز، ربما يكون السؤال مكرر، ولكن هل يمكن تعلم البايثون بدون سابق معرفه بالبرمجه وشكرا. مرحبا اخ فيصل، لغه البايثون بامكانك تعلمها واخا تكون ما عمرك شفتي البرمجه. فمن اهم الميزات اللي بغيتي يسمعوها كاع الاخوه والاخوات واللي حاضر معنا يبارطاجي باش الحاضر يوصلها للغايب، من اهم مميزات لغه بايثون هو انه بامكانك تعلمها بلا ما تكون عندك حتى شي باز مسبقه في البرمجه، يعني ما يكون عندك يعني في البرمجه حتى شي فورماسيون من قبل، يعني تقدر اول فورماسيون ليك في البرمجه تبدا بلغه بايثون، كذلك تقدر اول فورماسيون ليك مثلا في مجال البرمجه تبدا بلغه بايثون بلا ما تكون عندك اولا لا سبق قريتي شي لغه برمجه وحده اخرى، لا سبق لك قريتي لي زالغوريثم، لانه بلغه بايثون نظرا لبساطه لا ستركتور والسينتاكس ديالها هي من خلالها فقط تعلم لي زالغوريثم ديال البرمجه وتفهمهم. وعلى العموم يعني في البرمجه كاين ثلاثه ديال المحاور، يعني ثلاثه المحاور اللي تتنبني عليهم البرمجه، الداتا تايبس والاف ستيتمنت واللوب فقط. هادو يعني لا ميتريزيتي هاد ثلاثه الامور بطبيعه الحال الامور المتعلقه بها غتمشي لابعد حد في البايثون. فالاخ فيصل انت ما محتاجش تكون قاري شي لغه برمجه من قبل ولا قاري شي حاجه اخرى من قبل باش تلونصها في البايثون، باش نكونوا واضحين، يعني بامكانك تبدا ازيرو، هذه من اهم مميزات لغه البايثون، بامكانك تنطلق فيها بلا حتى شي باك جراوند مسبقه ولا شي خلفيه علمية مسبقة باش تقدر تبدا في لغة البايثون، تبدا فيها من الصفر وتعلمها كشيء واحد مستقل.
الاخ دي دي نو ذا وورد، راح نتكلم كيف نحصل على الترافيك مجاني بالنسبه لعروض السي بي اي. اخوه انا اكثر ترافيك انصح به العروض السي بي اي، والاخوه تيتكلموا على هذه المساله وعارفين اني ديما تنتكلم عليها، هو يعني اكثر ترافيك تنصح به هو ترافيك ديال الايميلين، يعني الايميل ماركتينغ، الايميل ماركتينغ، الايميل ماركتينغ هو يعني اكثر نوع من الترافيك تنصح به. الاخ ناصر، شنو هما الحوايج اللي كتعلم في الايميلين؟ واش داكشي ديال لينكس؟ اخ ناصر، بالنسبه للايميلين حنا تنتطرقوا للسيستم ديالنا، يعني الا تنقريو الايميلين تنقريوه بالاسنايبر، الاسنايبر برو اكس 7، وتنقريوه بالداتالايزر، وتنقريوه بالسانديوس. هادشي باش تنقريو حنا الايميلين حاليا. الاخ مصطفى، واريور بلس، منتديات الواريور، منتديات الواريور منتديات رائعه، لكن من الافضل انه يعني بحال دابا اللي يدخل الواريور يشوف الجورو اللي هو تيتفاهم معاه، يعني في العقليه ديالو في نفس النمط التكنيك، وياخذ يعني ياخذ الوصوات ديالو لي كور ديالو. يعني الواريور فورم فيه شي حوايج مزيانه، ولكن البايون ديما داكشي البايون في الواريور فورم تيبقى احسن بزاف. الاخ حكيم يقول هل يمكن ان تعمل بلاندينغ بيج تتحمل مليون ايميل؟ هل تقصد لاندينغ بيج تتحمل مليون زياره، ام تقصد سكويز بيج تتحمل مليون ايميل؟ إذا كان سكويز بيج ديالك مرتبطة يعني بسيرفر ديالك، فراه تحمل أكثر من مليون تسجيل، ما كاينش مشكل. أما إذا كنتي تتقصد واش تحمل مليون زيارة، فأغلب يعني دابا لي لاندينغ بيج اللي كاينين راه يتحملوا مليون زيارة ويفوتوها، ما كاينش مشكل. فماشي من الضرورة، يعني ماشي من الضروري أنه يعني لاندينغ بيج تحمل مليون إيميل، عفوا يعني ماشي من الضروري زعما اننا نتخيلوا ان لاندينغ بيج كريينا مثلا، نفترضوا يعني نعطيك ابسط التقنيات اللي ممكن نديروا بهم لاندينغ بيج. شنو هما مثلا؟ البلوجر، البلوجر واش لاندينغ بيج بالبلوجر يعني غادي تحمل، يعني غادي تحمل مليون ايميل؟ فلاندينغ بيج بالبلوجر واش تحمل مليون فيزيت او مليون زيارة؟ غتحملها. لاندينغ بيج كذلك الويبلي غتحمل، لاندينغ بيج بالويكس حتى هي غتحمل، ما كاينش مشكل. الاخ عبد اللطيف، ما هي انواع ما هي افضل انواع الاعلانات المدفوعه لترويج عروض المحتوى المقفل؟ خويا بالنسبه للترويج عروض ديال الكونتنت لوكر، فانا المهم عامه في افضل انواع الاعلانات المدفوعه، رغم يعني تعقيدها وعقوباتها ومشاكلها، فافضل انواع الاعلانات المدفوعه بالنسبه للعروض الكونتنت لوكر هو الفيسبوك ادز، الفيسبوك ادز. وتنشكر الاخوه اللي تنشوفهم يعني تياخذوا مثلا فيديوهات ديالي جديده يلاه تنشرها وتيديروا لها فيسبوك ادز، وتنشكر الاخوه ايضا اللي تياخذوا شي نوبات اللايف ديالي وتيديروا لها فيسبوك ادز، يعني بهذه المناسبه ديال الفيسبوك ادز، وتنشكرهم على هذا التصرف ديالهم الجميل. وان شاء الله باقي كثر وكثر، وباقي ما يعجبكم في هذا الدومين. هل يوجد سكويز بيج مجانية تتحمل مليون ايميل؟ اخي حكيم، اخي حكيم، الاخوة نصيحة ذهبية للجميع في الدومين ديال البروغرامين سي بي اي ايميل ماركتينغ وكاع التوجهات، نصيحة للجميع. فأول حاجة تنصحكم بها، حاولوا في البيزنس ديالكم تبعدوا على المجانيات، حاولوا تأفيتوا المجانيات. سكويز بيج مجانية غتندمك، باش نكونوا واضحين، سكويز بيج اللي غيجيو الناس ويسجلوا فيها الايميلات ديالهم مجانيه غتندمك حاليا. قبل 2014 كان بامكاننا نخدموا بالليستواير وكانت النتيجه ديالها مزيانه، من بعد 2014 ما بقاش بامكاننا نستخدموا دوك التقنيات. فديما انفيستي لا بغيتي تحصل على شي حاجه دو كاليتي. راك الا كنتي تتقلب اونلاين في التكنيك غير على المجانيات غتضيع وقتك لاقصى حد. راه تنعرف عشاق المجانيات اللي 7 سنين هو جالس قدام البيسي ما زادش نص خطوه لقدام. الاونلاين بيزنس، البيزنس حول العالم كامل، ما غتلقاش شي نص خبير، ماشي حتى خبير، تيقول لك انه ممكن دير بيزنس يعني بزيرو بلا حتى شي انفستيسمون. الانفستيسمون ضروري ليا وليك والاخر والاخر والاخر، فخذ الانفستيسمون من المسلمات. اما ديك الفكره نتاع ساشتغل اونلاين لاجمع راس المال ثم ابدا في مشروع، سير خدم شي خدمه تتعرفها احسن، سير خدم شي خدمه تتعرفها، جمع منها راس المال وانطلق اونلاين. اما اونلاين انت اصلا ما تتميتريزيش واحد الخدمه وباغي تجمع بها راس المال، هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. راه راس المال ماشي تجمعش من شي حاجه ما تعرفش ديرها، راه تجمع من الحاجه اللي تتعرف ديرها باش تمشي تتعلم الحاجه اللي ما تعرفش ديرها. واول انفستيسمون في الطريق ديال اي واحد
هو انه خصو ديما في المجال اللي هو باغي ينطلق فيه يتفورما بروفيسيونيل في داك السيكسيون اللي هو باغيها، لا اقل ولا اكثر.